وزير، بغيناك تبلغ رئيس الحكومه بانه المغاربه كانوا كيتسناو منه اجراءات مباشره لحد المعاناه ديالهم، ماشي يخرج يقول له انا ما عنديش العصا السحريه. المغاربه كيتقصحين من الغلاء المستمر والمتواصل والفظيع في المواد الاساسيه، وكتضاعف المعاناه ديالهم لما كيعرفوا بانه المستفيد الاكبر من هذه المعاناه هما الناس اللي كيعيشوا في وضع ديال تضارب مصالح ومسؤولين كبار في الحكومه كيستافدوا منها. المعاناه المغاربه كتضاعف لانهم تاقوا في الوعود الكاذبه الحالمه للحزب الذي يتراس الحكومه والحلفاء ديالو. المغاربه كتزاد المعاناه ديالهم لانه جاء التصريح الحكومي والبرنامج الحكومي ويعيد بامور تتجه باتجاه ديال ارساء دعائم الدوله الاجتماعيه وتوسيع الطبقه المتوسطه. الوضع الان غادي في الاتجاه ديال تدمير الطبقه المتوسطه. المغاربه السيد الوزير بغيناك تبلغ رئيس الحكومه كيطالبوا باش هذه الحكومه الا ما كانتش قاده على ابداع الحلول من اجل الحد من المعاناه ديالهم يرجعوا لعند الشعب ويقول له ما قادينش. السيد الوزير المحترم بغيناك تبلغ رئيس الحكومه بانه المغاربه كلهم كينتظروا اما الحكومه تدير الحلول اللي خاصها تدير، واما راه الكلفه ديال هذا الشيء للاسف الشديد كيمكن تهدد حتى الاستقرار ديال هذا الوطن. السيد الوزير المحترم بغينا انه تبلغ رئيس الحكومه بانه نحمد الله على انه التدبير ديال الجائحه نجحنا فيه في الحكومه السابقه بفضل التوجيهات ديال السيد صاحب الجلاله حفظه الله، ولذلك لولا ما كانش النجاحات المتكرره ديال الحكومات السابقه.